نيكلا لا شو عم بتساوي؟ احكي ما فيني وقفها. بترجاكي يا علي خليكي عندك لا تقربي مني. عم قلك بعدي عني. ها انا بترجاكي خالي حاولي انه تفهمينا شوي. طولي بالك علينا بس شوي. تعرفي سونال مثل اختي ما فيني اشوفها عم تعاني. بترجاكي تفهميني. سونال شو قررتي هلا؟ امك ولا مهك؟ يلا قولي امك ولا مهك. احكي. حلو ما هيك شارما؟ خطتك فشلت صح؟ وهلا اخي روهيت خلال يومين بيتزوج ورح يتزوج رفيقتك سونال الحلوه وضروري وجودك تنبسطي كتير. استنى يلا اهلا وسهلا. مساء الخير. يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا تفضل. اهلا وسهلا. اهلا شكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا تشرفتي. حلو يا سيد كنا واخيرا قدرت تعمل افتتاح المطعم تبعك. بتمنى الزباين ما يحبوا الاجواء وبس وكمان الاكل يكون حلو مثل هالمكان. اه طبعا اكيد رح يحبوه. تحياتي سيد كنا. تحكي لنا عن هالمناسبة؟ حلو هذا الشيء حلو حبيت. مبروك يا شوريا. ألف مبروك. شكرا. طيب سيد سانجي شو بتقول؟ شوريا كنا عم يمشي هلا على خطى أبوه؟ تتوقع إنه نجح؟ هلا خلونا نكون صريحين وعادلين. بتوقع شوريا تفوق على أبوه بإدارة الأعمال. كلامي صح شو رأيك؟ ايه طبعا كلامك صحيح لانه هو ما كتير بيهتم بإدارة الأعمال. هو بيعرف اني هون. وبالمناسبة هو كمان من فترة مو طويلة طلع من السجن. طبعا نحنا لازم نهنيه. اكيد لازم تهنيني وبتمنى انه الاكل اللي راح تقدمه اليوم بمطعمك رح يكون طيب كتير مو هيك؟ أكيد هو أكل طيب لا تقلق. طيب لكان رح ننبسط. انبسطوا. شكرا لك خالتي. شيتال ما عم تفكر منيح نهائيا. ما أنا معقولة ما عم تفهم أنه سونال ما رح تكون قادرة تعيش حياة سعيدة مع روهيت. لكن هيك عملنا يلي بنقدر عليه. حاولنا بس ما مشي الحال أبدا. ما فينا نعمل شيء. يعني مو معقول انه نستسلم. تليفون واحد للشرطة ومنخبرهم انه بدهم يجبروا سونال على الزواج. والشرطة راح تعلم هالنسوان درس قاسي. وهيت شو؟ شو قلت؟ انت مجرد ما تخبر الشرطة راح توقع بقصص قانونية وحياتك راح تكون كتير صعبة. بعدين حضرتك شو بدك تقول للشرطة لما يسألوك عن صلتك فيها؟ ها؟ قلي شو بدك تقلون؟ شو ذكي؟
شو كارونا، انت ناطرة حدا مهم او في حدا بده يجي يعني؟ لا ابنوب. كنتك وين؟ جاي ما؟ هلا بتوصل. يوم مهم لشوريا، لازم تكون هون. شو في؟ هي منيحة؟ ايه اكيد. ايه طيب. ليش ما عم بتردي على قيمة هيك؟ وينك حبيبتي؟ اسمعني، بتروح وبتوصل هذا التليفون لسونال فوراً وما بتطول. طيب. وإلا كمان إنه ما تستسلم إلا إنه نحن كلنا معه. ماشي؟ يلا لا تطول. إيه؟ اسمع، خد الموتور، اتفقنا؟ خالتي ما اتصلت فيني كتير. بتمنى يكون كل شيء تمام. إنه لذيذ. بتمنى تكون حبيت الأكل هون. كثير طيب. مميز. شكرا. الأكل بشهي كتير طيب صح؟ كارونا. ايه خالتي، انا اسفة كتير، كنت مشغولة شوي بشغلة ولهيك ما رديت عليكي. قوليلي مهيك، مطعم شوريا الجديد انفتح لهيك كنت عم اتصل فيك كتير. انت شو عم تقولي؟ ما بعرف كيف راح عم بالي هذا الموضوع يا خالتي، انا كتير اسفة. يلا جاية فورا. لا 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 تجي حبيبتي، بحاكيكي وبقلك شو راح تعملي. تمام؟ هذا اليوم كتير مهم بالنسبة لشوريا، انا كان لازم اني اكون معه. بعتت لك هاد معي، وانتبهي ما لازم حدا يشوفه معك ابدا مشان تقدري تحكي معنا. انت اكلتي شي ولا لسه؟ ليكي انا جبت لك معي شويه خبز، نحن وصغار تعودتي تحطي الصلصة على الخبز، بتذكري؟ وقتك انتي تاكلي لي حصتي. خدي، حتى اليوم رح تاخدي حصتي من الصلصة. يلا كلي. ليكي سونال، صدقيني كل شي رح يكون منيح، بس انتي لا تفقدي الأمل. يلا كلي وإلا رح آكل كل الصلصة أنا. هلا كل شي انتهى موعد. لا مو صحيح سونال، لا تقولي هيك، المعركة هلأ بلشت. بس أنتي لا تخافي، أنا موجود معك. وهي شوية أكل إلك ولعائلتك كمان.
شكرا. بتمنى انه تحبوه. اكيد. شكرا لك. اشكرك. مشكور. شكرا كثير. لكن سيد شوريا، بكرة يوم مهم بالنسبة لإلك. كل هدول العالم اللي إجوا وأكلوا بالمطعم تبعك، من بينهم العالم العاديين والأشخاص المهمين وكمان الصحفيين، البعض منهم رح ينتقد المطعم والأكل، رح يشاركوا على مواقع التواصل الاجتماعي ليبدوا رأيهم بمطعمك وبالأكل. مستقبلك واقف على آرائهم وتقاريرهم. هلأ أنت عملت اللي لازم تعمله، وهلأ شهرة المطعم تبعك واقفة على آراء زبائن اليوم. بكرة يا بيكون كل شيء مثل ما بدك يا أما لا. بالتوفيق. حلو، أنا مبسوط. بيقولوا بتحب الكمال، لهيك الأجواء كانت حلوة، التنظيم كله والأكل حلو. ليش كلكم ساكتين؟ ما بتوافقوني الرأي؟ آه؟ كارونا ما بتوافقيني؟ بلا، كل شي كان من الطراز الأول صح؟ تهانينا يا شوريا. شكرا. الشغل حلو والأكل كتير طيب. شوريا، انت دقت كل الأكل ما؟ بقصد كل الأطباق؟ ايه أم، ليش؟ في شي؟ لا ولا شي. أنا آسفة، ما قدرت إني أجي على افتتاح المطعم تبعك. ليش أنا عزمتك لتجي؟ لا صح؟ ليش لحتى تجي؟ شوريا مو معقول أنت، يعني ضروري انك تكون لئيم وعم تتمسخر كل الوقت؟ انت ما فيك تكون جدي لمرة واحدة بس؟ انا بحب احكي الشي اللي براسي دغري، ما بحب مثل دراما مثلك ابدا، بس انت بتقدري. طيب انا امتى مثلت؟ مثلتي انك مرتي. هي مانا دراما، أنا بس عم حاول إني أعمل كل شي بيطلع بإيدي لحتى خلي ارتباطنا ينجح. ليش؟ ليش عم تحاولي؟ طيب مو أنا اللي تركتك بالأول؟ بتحبيني شي؟ بتحبيني مو هيك؟ قولي
ما هيك انتي بتحبيني؟ ايه مظبوط، انا كتير بحبك. انت نفس الشخص اللي عامل عائلتي، وخصوصي بيدي، بكل حب واحترام. انت نفس الشخص يلي خلى ارتباطنا يصير رسمي، لهيك انا عم حاول اني اكسبك. وانا بعرف يا شوريا انه ما حدا بيتغير بين ليلة وضحى. لا تتوقعي شي مني، أنا كنت لطيف معكن لأني أناني. مفكرة عن جد إني ممكن كون وقعت بحب وحدة مثلك؟ أنا تظاهرت بهذا الشي. طيب خلينا نكون واضحين. أول شي، أنا أول ما شفتك عجبتيني شوي، بس ما بنكر ابدا اني بحب حالي اكثر. انا بحب اعمالي كثير وبحب مطعمي كثير. حياتي وطموحي مهمين اكثر منك. انا فتحت المطعم والمقالات رح تنتشر بالصحف، ممكن منيحه وممكن لا. انت كمان بتستفيدي لانه استعملنا وصفات امك، ومسيرتي هي وحدة اللي رح تاخذ الدعم، أنا وبس. شو رح تستفاد من هذا النجاح كله شوريا؟ اللي إذا ما في حدا يحتفل معك ويشاركك فيه. تعرف شو الشي اللي بيفرحني؟ هي سعادة. ومشان هيك بتمنى لك التوفيق. انت ما بتفهم، تعالك يعني خلص عملت انت ها بكفي. لك انت شو اللي عم بيصير معك؟ فهمني كيف فيك تضرب ابنك؟ وانا شو لازم اعمل يعني يا ستي؟ هو مفكر انه في يعمل كل شيء مثل ما بده. راح لحاله وحدد الزواج تبعه. اسمعوا على هالحكي، بده يتزوج سنة. شو الغلط اللي عملته يعني؟ نحن اصدقاء فتنا على المدرسة سوا، انتو يا جماعة ما بتعرفوها، كيف راح اطلع فيها وهي بحاجة مساعدتي؟ لك شو قلت له يا ابني؟ خلص تتزوجها لحتى تنقذها، مفكر انه هالشيء مزحة؟ لكان بدي خلي حياتها تتدمر قدام عيوني؟ بدك يعني خلي هدول العالم يزوجوها غصبا عنا؟ بس انا ابدا ما عم اعمل اي شيء سخيف، فهمتني؟ بدي اتزوجها. جيفان اهدى اهدى بقى، انت كنت رح تقتل ابنك الكبير، شو صار له؟ بترجاك لا تضربه. شو بتتوقعي مني اعمل؟ اكيد اللي عم اعمله صحيح، وانا حكيت مع سونال ومشي الحال.
اختي انت كمان روحي احكي مع سونال مره تانية. هي قالت انه جاهزه لحتى تتزوجني صدقيني. لك انت بلا عقل، حتى انت شخص ما بتفهم ابدا، انت لسه ما تخرجت ولا حتى عندك وظيفه، كيف رح تعيشها؟ اه رح تاخذ مصروفك ومصروفه من انا. رح اشتغل كثير منيح، رح اشتغل شو ما كان. لا تخاف، ما رح اطلب منك شيء. فهموا شغله وحده، رح اتزوج سونال باي طريقه. جيفان هذا الصبي اكيد في شيء مو طبيعي، خذه لجوا واحبسه لحتى يرجع يعقل. جده شو اللي عم تقوله؟ يلي عمله مو هيك صح. خليكي ساكته انت. اسمع، حتى هي وقفت معه، مو ناقصنا، نحن عنا مشاكل كثيره وبتكفينا لحتى حضرتك تجيب لنا مشكله ثانيه. موهيت لازم تسمعني، اكيد مو صح انك تتزوج سونال. ما تستعجل باي قرار حبيبي، انت ما بتحب سونال، بدك تعمل هيك حتى تطلعها من هالورطه. ما فيك تتزوج حدا بلا ما تكون تحبه، فهمت؟ لما تتزوج حدا لازم تبقى معه كل العمر، وهالقرار بغير حياتك. مزبوط. ليك موهيت، فكر منيح يا ابني، انت كيف فيك تتزوجها لسونال؟ شيطان رح توافق على زواجكم يا ترى؟ هي ما بدها اي شيء من عائلتنا وبتكرهنا، ما فكرت بهالقصه؟ وكمان في شغلة تانية، انت ما عندك وظيفة وحتى ما جمعت مصاري لسه، مين اللي رح يخلي بنته تتزوجك؟ اه نحن ليش بعدنا عم ناخذها هلا؟ فيك تفهم شغلة وحدة بس؟ طلع فيني فوت لجوا فوت. ليك مهيت، انا بدي احذرك، ما رح اجيب سيرة زواج سونال ابدا مرة تانية قدامنا. كلنا بندعمها لسونال، بس خليني اوضح لك شغلة، انت مو مضطر تتزوجها لحتى تنقذها. وانا ما رح رد عليك. اسكت بقى، هذا متأثر بالأفلام وانفصل عن الحياة الواقعية ومفكر إنه الزواج بهالبساطة. أنت بتخليه يسكت وإلا أنا راح. خلص فهمنا. تعالوا أخي وقف شوي، أنا ماني تاركك. خلص سمعت بس. طيب رابي فوق لجوا، تعال معي تعال، وين تحترم حالك. خلص تعال أخي تعال. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.